الحقيقة هالأرقام. طيب كيف بلشت سلسلة الرتب والرواتب؟ على أي أرقام؟ وكيف وصلت وكيف انتهت؟ وشو الرقم اللي بلشت فيه وشو الرقم اللي انتهت فيه؟ وقديش هالشي أثر على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي؟ بس قبل ما بلش بالحلقة واستقبل ضيفي رئيس مؤسسة لابورا الأب توني خضرة، في موضوع كان انطرح لما الأب توني خضرة كشف أنه في 2000 موظف متوفين وبعدهم عم بيتقاضوا رواتبهم والتعويضات من هالبقرة الحلوب اللي اسمها الدولة والأنكا، أنه نحكى عن 30,000 موظف، 30,000 من الموظفين الآخرين بيقبضوا المرتبات والتعويضات والزيادات، وربما بدل أتعاب وساعات عمل إضافية من دون ما يشتغلوا وبدون ما يتوجهوا إلى مراكز عملهم. طبعا استمع المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى رئيس مؤسسة لابورا الأب توني خضرة بملف صرف مرتبات لأشخاص متوفين، ونحكى وقتها عن الاتفاق على خطة لإبراز الوثائق أمام القضاء والآلية اللازمة لذلك. بس خلونا نستفقد هالملف وين صار. على الخط مباشرة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم. صباح الخير. صباح النور ستنوار. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. يا حضرتك خليلي إياك. شو صار بهالملف؟ يعني المواطنين، تحياتي لأب توني خضرة، يعطيك العزيز المحبة كثير. يا أهلا وسهلا. وكمان كل التحيات للأب خضرة. هذا الملف اللي قدم فيه مستندات، أول شيء إجا عطائته الأب خضرة، إجا أبرز مستندات لاحقا. أنا بعت ورا الموظفين اللي مكتوبين على الأقل تعرفت عرفنا خلال التحقيق منهم، بعت ورا مدير عام بإحدى الوزارات ورجعت صنعت موظفين وبعت كتب على الإدارات، على بعض الإدارات اللي معلق الأخبار فيهم، وطلع إجا الجواب إنه هؤلاء الموظفين هن مفوضين بالخروج من مهمتهم لأسباب من مركز عملهم لأسباب متعلقة بالوظيفة، ويعملون في مهمات بنفذوها خارج مركزهم بالوزارة. هذا واحد، هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي كان الأب خضرة عطانا إياه إنه في ناس بعد عم تقبض مصاري متوفين. في قسم كبير هو حقه الطبيعي يقبضوا، لأنه بيقبضوا معاش التقاعد عن شخص متوفي، وعم هني أهله هذا حقهم القانوني إنه يقبضوا هذا المعاش. ما بين عنا على الأقل بالتحقيق اللي بين الإيدينا، ما بين إنه في حدا عم بيقبض معاش غير قانوني. يعني في ناس مضبوط، ناس الموظف أهله بقوت القانون، زوجته ولاده بيقبضوا معاش التقاعد، هذا حقه القانوني، وبالتالي ما حدا في يبخس هذا الحق على أصحاب العلاقة. على كل حال هذا الملف ما زال قيد التحية، يعني بعد نحن بس طلب من أب خضرة وطلب من المواطنين، هذا الملف مش لم يقفل، لكن فعلا هو ماشي ببطء لأنه في إجراءات إدارية ومراسلات لنعرف ويزود بأسماء. وقت عم بقول الأب خضرة في 30,000، يعني أنا بدي أجيب كل الموظفين الجمهوريين، وهذا الأمر فعلا هو من الصعوبة على النيابة العامة المالية بمكان هي تروح تفتش، هي ما تروح تفتش. على ذلك بانتظار ورود نتائج من يعني الجواب إجابات للرسائل اللي بعثناها للوزارات لتزودنا بالأسماء. نعم، بس أبونا خضر عم بيهز براسه. نعم وأنا كمان بزل براسي. طلع تحقيق ما زال مستمر. طيب. نحن قلنا ثقة مطلقة بالأستاذ القاضي علي إبراهيم، وأنا بشكره على تعاونه، وإن شاء الله أنه الأيام المقبلة بتبرهن بعض الأمور. وكمان هوني في بموضوع اللي عم يشتغلوا ما عم يقبضوا ما عم يشتغلوا، كمان صار فيه مجموعة من الأرقام عند الأستاذ جورج عطية بتفتيش المركزي. نعم. كمان بسوى ينسأل. أنا مثل ما عرفت منه أنه في كتير ناس مثلا أول تفتيش عمل بإحدى الدوائر طلع في 37 شخص بيجوا الصبح بيختموا بفيلم، يبعثوا لي هون. إيه دكتور. أنا مش عمول، لا أنا بالعكس، نحن عنا ثقة مطلقة فيك وبالقضاء وبغيرتك على الدولة. إن شاء الله أقوم بالواجب. إن شاء الله. شكرا لك. على كل حال يعني إن شاء الله منفصل كل هالمواضيع اللي. الله يخليك. الله يخليك. بصحتك. شكرا.
شكرا وانت كمان بحلقه من برنامج نقطه على السطر. شكرا للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، واهلا وسهلا برئيس مؤسسه لابورا الابطوني خضراء. نحن عم نتابع، ما بنخلي الملفات تسكر هيك على مضض. ايه اكيد ما لازم، انه طلعت ارقام يا لطيف، 2000 موظف، 30000 موظف، ما هني قال بالدوله، قال ما في 30000 موظف. هلا رح نحكي بالارقام، كله قدامنا، دراسات معموله، كل وزاره بوزارتها وكل قطاع بقطاعه. اي متى بلشوا فيه واي متى انتهت هالارقام؟ من 11 سنه من 11، وهلا اليوم انتهت يعني؟ مش انتهت اليوم، عملنا بانوراما كامله على كل الدوله من بعد ما سمعنا اراء الكل، وهلا بنقول شو هي اراء الكل. من بعد ما بلشنا ب 165 ألف موظف، هلأ صرنا العد بوسائل الإعلام ببعض الدوائر 272 ألف. نحن بدنا نوصل معك اليوم ل 365 ألف. لأول مرة تكشف هالدراسة؟ نعم، لأول مرة ببرنامج نقطة السطر. لأول مرة، لأنه خلصناها آخر الأسبوع الماضي. نعم، فإذا خلينا نحكي عن عنوان هالدراسة، شو عنوانها وشو أرقام الموظفين حسب هالدراسة؟ خلينا نبلش بالآخر بعدين بنحكي بالأرقام. أول شيء بالموازنة اللي انعملت بإيب 2017، انعملت الموازنة على أساس 165 ألف مستفيد من السلسلة، 165 ألف مستفيد من السلسلة بين متقاعدين وموظفين. نعم، يعني انعملت الموازنة على أساس 2500 مليار ليرة لبنانية، ما يعادل مليار و867 دولار أمريكي. إذا صحت الأرقام مع البعض اللي هي رح توصل ل 300 ألف، تلفزيون المنار من أربعة أيام حط إنه رقم الموظفين بالدولة 300 ألف. طيب نحن هون صراحة، طب من وين بدنا ناخد أرقام الموظفين؟ مش من وزارة المال؟ إذا بدك هيدا مش من وزارة المال؟ هيدا الخبر اليوم المهم فيك تقلي وراح وضميرك مرتاح، لماذا تخبية إخفاء هذه الأرقام؟ مين عم يخفيها؟ وأنا بدي هون، مين عم يخفيها؟ بما أنه كنا مع القاضي علي إبراهيم، القاضي علي إبراهيم قبل ما يستقبلني بنهار لمني سألوه عن قصة الأرقام بجريدة النهار، قال لهم للأسف ما فينا نعرف داي الأرقام بالضبط. طب كيف ما بيقبضوا من المالية؟ وهذا الكلام أولا، هذا السؤال بدك تسألي للمالية، بس أنا علي أقول لك أنه للأسف بالدولة اللبنانية ما في إدارة بترجع إليها تقدر تعطيكي أرقام. يعني بيميعوا ليش؟ أنا بعطيكي أرقام الـ 2010 بمجلس الخدمة المدنية اللي هو 20133 موظف. نعم، الأرقام اللي طلبت من بعض النواب هلأ مجلس الخدمة عطي ليحة من 12941 موظف. نعم، طيب هالأرقام هيدي هتلخبط بالأرقام، لوين بدنا نوصل له؟ يعني هيدا السؤال الأساسي، لماذا إخفاء هذه الأرقام ولماذا عدم؟ طيب اليوم في مؤسسات دينية بلبنان تقبض معاشات من الدولة، ليه ما بنحكى عنها هذه المؤسسات الدينية اللي فيها موظفين بالألفات؟ مين يعني؟ خلينا نقول الأمور مثل ما هي. كل المؤسسات الدينية غير المسيحية. نعم، في عنا موظفين فيها. نعم، بدار الإفتاء، بالمجلس الشيعي الأعلى، بكل المؤسسات. هو ما بينحسبوا من ضمن الأرقام؟ ما بعرف إذا عم ينحسب. المهم حتى ما نفوت نضيع على الأساس، الأساس أنه ليش بلبنان ما في أرقام عدد الموظفين؟ نحن شو عملنا؟ نحن كنا نستقبل كتير ناس، وكنا نروح على الإدارات العامة وكنا نسأل، وكنا نبلش برئيس دايرة، رئيس مصلحة، مدير عام، شو في عنده موظفين، الموظفين مثبتين، موظفين بالكفاءة. وهون بدي أقول لك شغلي، يعني يمكن المستمعين ما بيعرفوا كيف موزع الوظائف بالدولة. عندك ملاك، عندك لحظة بس خليني أوصل له، إيه عندك ملاك، عندك بالفاتورة، عندك شراء خدمات، عندك مستشارين، كلهم هودي سوا، مين مسرع عنهم وين موجودين؟ لسبب أنا اللي جربت أعمله بهالورقة مثل ما شايفتيها قدامك، إنه نقدر نعرف عدد الموظفين حسب الليحة اللي نحن حطيناها. أول شيء نوع المؤسسة، المتعاقدون، الأجراء، الموظفون المؤقتون في ملاك التصفية، المياومون، بالفاتورة، شراء خدمات. يعني نحن اليوم بالدولة اللبنانية هاي فيك تفرجيها، لأنه نحن لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان. هيدي الورقة، هيدي الورقة أنا نعم. بطلب من الدولة اللبنانية تعملنا ورقة مثل ما عملت لابورا هاي الإدارة اللبنانية. كيف قدرتوا وصلتوا وحصيتوا بوقت غيركم مش عم بيحكي ومش عم بيبوح بالأرقام الحقيقية؟ لأنه نحن أول شيء عندك هوني عنا حسب الوراق 128 مؤسسة عامة ورسمية نحن قدرنا نحصيها،
ويمكن في اشياء بعد نحن ما قدرنا وصلنا لها، ادارات صغيره فيها موظفين بعد ما حصلنا لها. اليوم الدوله اللبنانيه مفروض تعمل مثل هيدي لائحه باسم المؤسسه باسم الوزاره مين الواسع لها وكيف موزعين. طب ما عملت هالليحه لما اقرت قانون سلسله رتب والرواتب على اي اساس اقرت؟ لا هلا رح نحكي فيها، بس انا بدي حيل هالشيء على الطلب اللي قام فيه القاضي جورج عطيه من حوالي 10 ايام لكل الادارات العامه بتزويده بمثل هذه اللائحه، ونتمنى ان يحصلوا عليها، لانه انا بعرف انه في 3 4 نواب بشهر تموز قدموا طلب للإدارات المعنية لكل الإدارات ومنهم مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة وتعاونية الموظفين أن نحصل على أرقام الموظفين. فيك تلفني وتسألي هودي النواب قديش عطوهم أرقام، يعني اليوم قدي عدد الموظفين بالدولة؟ هذه هي المشكلة الكبيرة. مثلا بسلسلة الرتب والرواتب اعتمدوا على دراسة 2013-2014 طلع معهم 165,000 موظف. بس وينك وين؟ عملوا الموازنة. رجعوا دخلوا كثير. من 2013 ل 2014 ماذا حدث؟ من تموز 2017 لتشرين الأول 2018 ماذا حدث؟ زميلنا محمد شمس الدين طلع يعني بعد ما طلعت الدراسة عنده حاولنا نتواصل، بس هو قال يعني سمعته أنا عم بيقول أو قال من اسم مؤسسته أنه في 5,000 واحد توظفوا خلال سنة. هو قال لبرنامج نقطة على السطر أنه الدراسة عم بتصير بتخلص بنهاية هالأسبوع ورح يكون ضيفنا كمان لنعلن على الأرقام. بس فضيحة، الدولة ما بتعرف ولا ما بدها تعلن على الأرقام؟ لأنه في كتير عم بيدخلوها بالدولة. إعلان هذه الأرقام سيكون فضيحة كبيرة بالجمهورية اللبنانية، لأنه لح يتبين ماذا يعني الوظيفة هي من أجل الكسب السياسي ومن أجل أن يحط السياسي يده على الموظف. من شان هيك ما رح وأنا بتمنى شغلي إذا بينعمل مش بس هيدي الدراسة، بينعمل كل نايب أو كل مرجع شو فوت ناس، لأنه لح يتبين معنا بعدين أنه بهيدي الوظيفة هودي 500 شخص من طائفة وحدة فوتوا المسؤول، لأنه سنة 1996 كان بده يعمل عملية انتخابية كبيرة جيب 500 واحد مفاتيح انتخابية وفوتهم بالوزارة. نحن أنا اللي بدي أتمنيه من خلالك اليوم أنه نحن اتهمنا أوقات كتير بتضخيم الأرقام. نحن مثلا أنا بدي أقول لك بإحدى الدوائر وقت نزل التفتيش المركزي نحن كنا عاطين 20 شخص بيقبضوا ما بيشتغلوا، طلع أول تفتيش عمل بهاي الدائرة طلعوا 37. بس هذا مش الواقع عند القاضي علي إبراهيم. على كل حال القاضي علي إبراهيم بتصور أنه هيدا الشغل الأساسي اللي هو للتفتيش المركزي. نعم على كل حال رح نتابع نحن وياك رئيس مؤسسة لابورا الأبتوني خضرة ومع اتصالات المستمعين والواتسابات مباشرة بعد موجز أخبار 9:15. ما تنسوا انطرونا نقطة عصر. نصيحة بجمل، إرشادات حياتية بيئية صحية وجمالية عبر صوت لبنان. لا تتخلصوا من أثار النيكوتين بالجسم، ضيفوا الفيتامينات إلى نظامكم الغذائي سواء طبيعية عن طريق تناول الخضار والفواكه الطازجة أو عن طريق المكملات الغذائية. اشربوا حوالي 2 لتر من الماء على مدار اليوم، بالإضافة إلى تناول الحبوب الكاملة والبروتيين لأنها بتساعد الخلايا على طرد الفضلات الموجودة داخلها والمعبأة بالنيكوتين، بالإضافة إلى المشي نص ساعة يومياً. نصيحة بجمل عبر صوت لبنان. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركي. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. مسافرينا الكرام، منرحب فيكن على متن الخطوط الملكية المغربية ومنعلنكن عن بدء تخفيضاتنا الكبيرة على تذكركن.
حجزوا راوند تريب على كازابلانكا قبل 31 تشرين الأول ابتداء من $569 بس. المقاعد محدودة والعرض خاضع لشروط الخطوط الملكية المغربية. اتصلوا فينا اليوم أو بوكالة سفركن. الخطوط الملكية المغربية أجنحة المغرب. أسعدتم أوقاتا موجز لآخر الأخبار من صوت لبنان. دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى الوحدة والالتفاف حول رؤية واحدة لبناء لبنان الوطن، لأن ما يبنى على المصالح والمحافظة سرعان ما يسقط ويزول عند أول مفترق طرق، وهذا ما نشهده اليوم، مؤكدا أن أي اتفاق ليس مبنيا على رؤية استراتيجية للبنان لن يدوم. أضاف رئيس الكتائب من موريال في كندا: إذا لم يضع كل من يتعاطى السياسة نصب عينيه حلما يريد أن يحققه لمصلحة البلد فإنه يعمل لمصلحته وليس لمصلحة الوطن. وتابع: إن أكثر ما يؤسفني الكلام على انتصارات بالجملة في وقت ينهار فيه البلد بالجملة، متسائلا ما معنى كل هذه الانتصارات إذا كان البلد ينهار. ولفت إلى أننا لن نستسلم وسنحقق الحلم الذي نريده للبنان ليكون سيدا ومستقلا لا سلاح فيه سوى سلاح الجيش اللبناني. يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته اليوم في محاولة لحلحلة العقد التي ما زالت تعترض طريق الحكومة. الرئيس المكلف وحسب صحيفة الأخبار قال إن حكومة من دون القوات اللبنانية تعني أخذ البلد إلى الانهيار، ورأى أن استبعاد القوات عن الحكومة الجديدة سيؤدي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتبارها حكومة حزب الله، وهي حكومة يمكن ألا تعترف بها واشنطن. كل ويك اند عند لافالور موعد ثابت مع التوفير. هالويك اند وقية امونتال فرنسي 2790 ليرة. أعرب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الصحفي جمال خاشقجي. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك بابن الفقيد صلاح حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية واس. كما أجرى ولي العهد محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بنجل خاشقجي للغاية عينها. أعلن قائد القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية أن الضربات الجوية التي نفذتها قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على مسجد في قرية سوسة في سوريا كانت موجهة ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. مددت مصر إعلان حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من صباح اليوم. الموجز انتهى، نشكر لكم متابعتكم. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. لو فرجونا نجوم الدور على وار الصوت بيعلى، حط النقطة عالصفر. نقطة عالصفر، نقطة على سطر صوت لبنان. منتابع نحن وياكم عن موضوع أعداد الموظفين بالدولة، الرقم غايب أو المسؤولين مغيبينه مشان ما يعرفوا المواطنين قديش عن جد المسؤولين موظفين ناس إن كان بشراء الخدمة أو بالتعاقد بالدولة اللبنانية بغفلة من مجلس الخدمة المدنية. على كل حال، ما هو بالسياسة في قرار بعدم التوظيف بالدولة، كمان هالقرار غير محترم. رئيس مؤسسة لابورا الأبطوني خضر مجددا، أهلا وسهلا فيك. 4 قرارات إنه 1996 نعم، مع الرئيس الحريري والنائب حسن فضل الله جمعة الماضي عمل مؤتمر صحفي وبين بإيده الأراء المرسوم الطالع من مجلس الوزراء سنة 1996 بإلغاء التوظيف، ورجع طلع تذكير مرتين، ورجع طلع بتموز 2017 قرار بمجلس النواب بعدم التوظيف لمدة سنتين.
يعني فينا نقول الوزراء ما بيحترموا أبداً قانونهم أبداً. باختصار خلينا ناخد من تموز 2017 لهلا كنا عم نحكي على قصة العدد. خلينا نقول العدد مش معروف حتى نكون دقيقين بكلامنا مع الناس. بس خلينا قلك تقرير مجلس الخدمة المدنية اللي قدمه لأستاذ إبراهيم كنعان رئيس لجنة الإدارة أو لجنة الإدارة والميل. بيقول التقرير ب 21 المال والموازنة بيقول التقرير اللي هو بيقر بالوزارات تم توظيف 824 لبناني وبالمؤسسات العامة 656 لبناني ما يعادل 1480. هول قر فيهم مجلس الخدمة المدنية. نعم. وبيقول بالتقرير مجلس الخدمة المدنية ما عدا وظائف أخرى لم نعلم بها ونوثقها. وبيوثق او ما بيعرف يعني. خلينا نقول عنا 1500 هاو توظفوا من تموز لأيلول 2017-18 كمان هودي بعد قرار مجلس النواب بعد القانون اللي طلع مجلس النواب بعدم التوظيف بمنع التوظيف. لا. يعني خلينا ناخد مثلا رقم اكيد لانه هودي اذا بدك هون الصور تبعولهم. نعم. اللي قدمهم تقرير مجلس خدمة المدني اذا بتحبي هيدي الصور تبعولهم. نعم. من 124 عنا موظف فئة أولى 17 موظف فئة ثالثة 142 متعاقدون على المهام 4 إلى آخره بيطلعوا 824 وعندنا 656 كمان بالمؤسسات العامة مدراء عمون ومجلس إدارة مستخدمون دائمون 13 متعاقدون 373 وجراء دائمون 13 برسم التوظيف 210. طيب. شو ما فهمنا برسم التوظيف هول توظفوا ما فهمنا برسم التوظيف من برسم التوظيف. يعني الناس اللي ناجحين وبعد ما أخذوهم هول. نعم. اللي عاملين مشكلة المشكلة. نعم. طويلة عريضة. إذا اليوم نحن بناخد مثلا تقرير الـ LBC بـ 17-10-2018 بيقول أنه عدد الموظفين بالدولة اللبنانية 272,981 موزعين على الشكل التالي: الملاك الإداري 19,266، الهيئة التعليمية 53,139، سلك العسكري 93,576، المتقاعدون 80,000، دخلوا الملاك الإداري بالسنوات الأخيرة 27,000، بيطلع العدد 172,981. هيدا الفرق بالعدد من 165,000 لهون يعني عنا حوالي 110,000. هودي اللي هن عملوا المشكلة بسلسلة الرتب والرواتب. يعني حسبوها عشية وطلعت عشية تاني. حسبوا الدراسة تبعول 2013-14 ضربوا 165,000 على أساس أنه ما في توظيف وفي قرارات وفي قوانين تمنع التوظيف. وإذ الدي طلعت سلسلة الرتب والرواتب 800 مليون دولار. نعم. اليوم عم ينحكى انه ليش عم تندفع اليوم عم صارت 1,200,000,000 دولار وهيدا اللي رتب عجز بالخزينة. خليني اقول لك حسب الارقام ال 272,000 ما بدنا نحكي 350,000 الرقم اللي نحن عم نقول نوصل له بسهوله. خلينا نقول بسنة 2019 بتصير كلفة السلسلة الرتب والرواتب الزودي 3,000,000,000,000 ليرة لبنانية ما يعادل 2,000,000,000 دولار الزودي. يعني لوين واصلين؟ يعني نحن اليوم إذا بتاخدي 2,000,000,000 وبناخد 8,000,000,000 الكلفة الحالية صرنا بعشر مليارات دولار. يعني لوين واصلين؟ يعني باليابان كلفة أشغال القطاع العام باليابان 4% من موازنة الدولة. نعم. بفرنسا 12%. إذا بناخد هيدا الرقم 10 مليارات تعرف كده بتطلع 70% من موازنة الدولة اللبنانية. بس خليني أسألك لأ يعني اليوم خليني معلي. نعم. خليني أقول شغلة لأن أنت ما يكون التباس عند المواطن. تفضل. أنا اليوم جمعية لا تبغي الربح. إذا أنا بدي أطلب مساعدة من أي دولة بالعالم يساعدوني بتعرفي أول شيء شو بيعمل الرقم بيقولوا لي الداي عندك عدد موظفين. نعم. والداي كلفة المعاشات. إذا أنا كجمعية بتتخطى كلفة المعاشات عندي 34.5% ما بيساعدوني. فإذا اليوم إذا الدولة عندها الموزنتها 60-70% هي كلفة التوظيف الموظفين بعد ما حكينا إنماء وغيره، فإذا أي مؤسسة بالعالم رح تيجي تساعدك وكيف بده يعطوك المصريات من باريس. نعم. هيدي الفكرة الأساسية اللي الناس من بيعرفوها. بس طلع بعض النواب منهم النائب حسن فضل الله وقال هناك آلاف الوظائف المهمية بالقطاع العام. أعلن هالشي
من قلب مجلس النواب أعلن ولم يحدد إداي العدد. نعم بس من وين بتجيب أنت أبونا خضرة رئيس مؤسسة لابورا من وين حصلت على الأرقام؟ يعني اليوم أعداد إذا في عم بيخبوا موظفين عم بيخبوا أرقام موظفين وعم بيخبوا قديش هني وظفوا يمكن مش عم بيخبوا الوزراء أو المعنيين المسؤولين بالدولة من وين حصلت حدا. يعني اليوم في سؤال من وين حصلت أول شيء ليش ما في سيستم بالدولة مكنني نعرف عدد الموظفين بالدولة؟ هذا السؤال هل هو مقصود من أجل التعمية أو مقصود من أجل السرقة؟ ما بدنا نتهم حدا بس بدنا نقولهم قديم الرأي العام. طيب اليوم مثلا الوزير جبران باسيل عمل وقت كان وزير الطاقة والمياه عمل دراسة عندي إياها مفصلة بكل الإدارات وكل إدارة شو فيها موظف ونوع الموظف طلعوا 2400 موظف سنة 2014 أو 2013 هيدي إذا بتاخدي تقرير مجلس الخدمة المدنية مثلا تاخدي وزارة الطاقة والمياه بيحكي عن 134 مثبت وعندنا شواغر 152 طيب كيف 134 وكيف بتقرير الوزير في 2400 موظف بالوزارة غير المقيمين طيب معناتها في شيء مش مزبوط بقى اليوم هل في مجال من خلال إذاعة صوت لبنان نقول يا عمي للدولة اللبنانية وهذا مطلب النواب والوزراء ومطلب الكل في مجال نعمل عملية إحصاء لموظفين الدولة يعطونا الرقم الدقيق ويعطونا الرقم الدقيق ليش عم بتقبض الدولة لحتى بس بتكون بكرة طيب أنا بدي أفهم بعد 10-2 بدون يعملوا كمان زودة للإطاع العام على أي أساس نعم هيدي المشكلة الأساسية اللي نحن اليوم موجودين فيها منشان هيك وقت كنا نحن نصرخ ونقول على الأرقام كانوا يقولوا نحن عم نحكي طائفيا لأنه المسيحية وإلى آخره ما أش بدنا نحكي طائفيا بدنا نحكي وطنيا طيب وطنيا اليوم هالشعب اللبناني عم يدفع حوالي 8 مليارات دولار بالسنة معاشات الموظفين وكلفتهم طيب وانتبهي أنا هون بدي أقول شغلة تحية لكل موظف بالدولة مين ما كان يكون وين ما كان يكون وشو ما كانت فئته لأنه هيدا الشعب منه ذنبه اليوم وقت السياسي بيجيب موظف بيحطه بوزارته على سنة تيربحوا انتخابيا بمنطقته وبعد سنة بتصير كل الدولة تدفش فيه ساعة بيسبتوه ساعة ما بيسبتوه ساعة بيكبوه على الطريق هيدا مش ذنب الناس هيدا ذنب السياسيين هيدا الفساد السياسي اللي ودينا لهم لسبب أنا بحيي كل موظف وخاصة الموظفين الكفؤين لحتى ما نروح نمعس الكل يعني آخر شيء يطلع موظف الدولة إنه هو ما بيسوى أو موظف الدولة هو عم يسرق الدولة ما دخلوا الموظفين الموظفين بدهم يعيشوا نعم. السياسيين عم يستعملوا الموظفين لغايات سياسية والموظف عم بيكون ضحية نعم. هاي لازم تكون واضحة من قبل لابورا لأنه في بعض الموظفين عم يفهموا كأنه فتح هذه الملفات بدأ فيهم ابدا اطلاقا طيب خلينا نسالك اليوم قلت اللي عندك والدراسه بعد عندي طبعا بعد انا بفضل ارجع اقول ايه خلينا اسالك كم سؤال ما بحقنا حقلنا على كل حال المواطنين عم بيقولوا انه هيدا بلد موبوء حكام فاسدين قضاء نائم وغائب شعب ارانب بتوافق على هالكلام لا شعب مش ارانب الشعب ساكت يعني غنم يذهب إلى الذبح ولا يقول كلمة كمان سؤال لأنه عم بيعتبوا علينا عم بيسألوا نحن ما عم يعني بسياق هالحلقة ما عم نجاوب على أسئلتهم بدي ذكر أصدقاء المستمعين بأرقام تليفونية صوت لبنان اليوم عم نحكي عن فضيحة دولة بتعرف أو ما بتعرف عدد موظفيها هيدا سؤال مطروح لأنه أكيد لازم تعرف بس ما بتبوح لأنه عم وزراء ومسؤولين ومعنيين بهالدولة عم بفوتوا موظفين لغاية سياسية وهيدا الخطير بالقضية وبالمعاشات خصوصا بسلسلة الرتب والرواتب اتفضل فيني اللي بشغلي لأنه أنا بعلاقة مع مجموعة مستشارين بمؤتمر باريس أنا بقول لي خلي الدولة اللبنانية هلأ تعمل دراسة بتاخد معنا جمعة ليش مدير عام وزارة المال ما عنده معنا جمعة بيقولوا بيعرف جمعة بنعمل لجنة وطنية بتعمل دراسة نعم. مع الهيئات الرقابية على عدد الموظفين أنا بقول لك المؤتمر باريسي بيدفع الكلفة لأنه بهمه هذا الموضوع لأنه المصاري موقفة بسبب هذا الموضوع أنا سألتك سؤال وما جاوبت مدير إيه؟ عام وزارة المال من سمي ألان بفاني ما بيعرف قديش عدد الموظفين أم بهالدولة ما بيقولوا لحتى ما ينلاموا هن يدخلوا هيك أعداد مع أنه ممنوع التوظيف وزارة المالية قالت أنه عندها 80 ألف متقاعد بيقبضوا عندها 31 ألف موظف نعم بس أنا اليوم مثلا إذا بروح على أعطيكي تعاونية الموظفين تعاونية الموظفين عندها اللي نحن اللي قدرنا اللي بنعرفه 56 ألف موظف نعم
تعاونيه الموظفين من 56 ألف موظف تقريبا عندك حوالي 25 ألف متقاعد. فإذا نعم. الرقم اللي بتعاونيه الموظفين هو أعلى من الرقم الموجود بالمالية بس بالتعاونية، مش كلهم بالتعاونية. صحيح. ليش أبونا خضرة مهتم هالقد بالأرقام؟ ما تكون يعني هيك متوقع تكون وزير مكافحة الفساد بالحكومة الجديدة. يعني ليكي في أعلى من رتبة أبونا؟ ما أنا عندي ما في لا دكتور. السؤال إنه ليش مهتم هالقد بالأرقام؟ لا لأنه هيدا بلدنا. نعم. نخلص بلدنا. ليش مركز على الفساد هالقد؟ شو السبب؟ كان هل فقط لتحصيل حقوق المسيحية أم لتحصيل حقوق المواطنين؟ أنا مواطن لبناني أعشق أن يكون بلدي بلد هو أدوى بكل العالم. أنا بعرف أنا معي جنسية الفرنسية وعشت بفرنسا وعشت بإيطاليا وبسافر على محلات كتيرة. اليوم انا بقدر فوت على انا اليوم كفرنسي وبقدر فوت على الانترنت بطلب اي ورقه بفرنسا بتجيني على بالبريد او بتجيني على الانترنت على بيتي. ليش ما بنمكن الدوله مثلا؟ ليش اليوم اذا بتمكن الدوله بدك 50 الف موظف عطوا خطه بوزاره الدوله لشؤون التنميه ليش الاداريه كذا اليوم مره اليوم ليش هالتخبيه؟ عملوا مشاريع للاونه. انا بدي اسال ليش هالتخبيه؟ لا انا بقول لك لا، لانه في وزير بوزاره وظف 600 واحد من طائفته ما بده يقر فيهم. هيدي التخبيه. نحن شو كنا نعمل؟ نحن كنا نجي لهالقصص ونخدها ونروح لعند الوزير المختص ونروح نقول لهم يا عم ليك شو عم بيصير بالدوله. هيدا همنا انه تزبط الدوله، لانه بكره تذكري لابورا وبوناتوني اذا لا سمح الله بضل يقول رئيس الجمهوريه ما تنعوا، ما بدنا ننعي، بس اذا صار انهيار بالدوله مثل اليونان وما قدروا دفعوا المعاشات بال2019 تذكري لابورا وبوناتوني 11 سنه ليكنوا عم بيقولوا هيك. طيب مش النواب ان هن السلطه التشريعيه لازم يحاسبوا؟ وين هن كانوا هلا؟ ما يحاسبوا مين؟ ما بدهم حكومه تيحاسبوا. لا قبل بنحاسب لا مين؟ قبل بس احنا عم نحكي على الارقام بال2014 و2015 و2013 و2000 ما كان عندنا حكومه. بس ما حيسبوا على هذا الموضوع. ما حيسبوا ولا جابوا سيرته. ليك بكل تواضع لو لابورا ما تفتح هذا الموضوع من 11 سنة وبتضلها تصرخ ما كان وصلنا لهون. نعم. نحن وصلنا لهون دولة ما بتعرف أو بتعرف عدد موظفين. على الخط مباشرة النائب نعمة فريم، صباح الخير. صباح النور. فضيحة اليوم عم نحكي عن فضيحة. ايه نعم. يعني حضرتك تعتقد بتعرف ولا ما بتعرف الدولة ديش عدد موظفينه؟ لا ما بتعرف. بس كيف ما بتعرف؟ عم بتقبض اخر الشهر، كيف ما بتعرف؟ لانه اول شيء انا اول ما وصلت على مجلس النواب اول شخص سؤال سالته مثل ما بتتذكري والسيد اول شيء بدي حيي ضيفك الكريم رفيق الدرب والمناضل سيد خضرة. خلي لي محبتك حبيبي. اول سؤال سالني كم موظف بيقبضوا من الدوله؟ هذا اول سؤال سالني. لليوم بعدنا عم نقلب. لمين سالته؟ سألته على الإعلام. نعم. وسألته بشيخ بخطي لوزارة المالية ولل شو اسمه القاضي فاطمة عويدات اللي هي رئيس مجلس الخدمة المدنية. نعم. الخدمة المدنية على الاسم على بكرة ما تاخذونه. المهم لليوم بلشنا في تجاوب بس الموضوع ما انه مكموش منيح بالدوله لانه ما لانه الطريقه اللي عم بتصير فيها لانه في عندك المياومين وعندك شراء الخدمه وعندك وعندك المؤسسات العامه او الخاصه بالدوله. يعني مثلا الكهرباء ما بتندفع المعاشات ما بيجوا من وزاره الماليه. من وين بيجوا؟ بيجوا من شركه الكهرباء. نعم. البلديات بتجي من البلديات. يعني ما في بس تحولي مصاري لتدفع معاشات بمؤسسات الدولة بيجوا من موازنة المؤسسة كل ما بيروحوا باسم الشخص وهذا شيء طبيعي. نعم. شيء طبيعي ولكن يكون وهون نحن الزمن وقف معنا. يعني نحن بالخمسينات الدولة اللبنانية يعني كانت عم تنظم حالها وعم تنبنى بطريقة محترفة ووقف الزمن. يعني نحن انا بتوقع كنت انه شوف كيف مثل الشركات اللي بنشوفها بالشركاتنا سوفت وير مثلا معين كل مؤسسات الدوله للموظفين هن موجودين عليه وبتقدروا يعرفوا شو عم بيصير. مثلا هالمكنه هيدي شو بتكلف؟ يعني بتوفر كثير.
الفكره على كل حال احنا مثل ما عم يعمل مش عم يعملوا مكنه لانه حتى ما تنفضح الامور يمكن سؤال بينسال بس ولكن بترد حقها. يعني انا اليوم بيجعني قلبي وكل بيوجع كل قلب شخص بحب هالبلد وعم يشتغل ليل نهار لهالبلد انه يا عمي انتو مشين شغله صغيره تتخبوا خبريه صغيره عم تفلسوا البلد كله. يعني اليوم لبنان بس يتطلق انه عندنا 8 9 مليار دولار هيدي تبعي توقعات اللي عم نحسبها هيك شوي صغيره بعد ما خلصت الشغل اللي لازم يخلص بطريقه عمليه ودقيقه. بس لليوم تقريبا بين 8 9 مليار دولار معاشات صحيح. وهذا رقم وهذا رقم مرعب فيك تأكده وانت عم تأكده وانا اياها بدنا نوثق لهم اياها ونقول لهم تفضلوا يا شباب قريبا بتكون معك انت ايه ما عم نشتغل سوا ما عم نشتغل سوا على هالموضوع. انا بكره داعي مجلس الخدمه المدنيه ووزاره الماليه و بكره بكره ثلاثه يعني بكره نعم نعم ليش 12 بمجلس النواب ليش الاقتصاديه بدنا نحكي بهالموضوع. انا عم بنظر الى هذا الموضوع من الناحية الانتاجية. أنا عم أقول شو عم نحط وشو عم ناخد ما أنا عم بتطلع عليها من الناس مثل ما بتطلع عليها لجنة المال ليش كلفتنا آخر سنة. أنا كلجنة اقتصادية عم بتطلع على الموضوع من الناحية الانتاجية أنه يا أخوان هل 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 ليش عم نحط بهالشيء عم نحط هالتنين تسعة مليار دولار شو عم يجينا تاني مال وشو والدولة شو عم تعمل نحط أقل ويجينا أكتر وين لازم نحطهم نعم وهيك نبني دولة. ايه بس المعبر الوظيفي العام سعادة النائب نعمة فريم معبر الواسطة والمحسوبيات والليستات والوقوف على ابواب النواب والوزراء والاحزاب والزعامات السياسية نمنع التوظيف من خارج ما في قوانين عم تمنع التوظيف وما حدا عم يحترمها. مزبوط مجلس الخدمة المدنية نحن لازم ناخد قرار نسكر 100% التوظيف اللي بيجي خارج الخدمة المدنية. هيدا لازم يتاخد خلال جمعة بحل نص المشكلة. يا عمي عنا مجلس خدمة مدنية بيعملوا فحوصات وإدارة مميزة وعلى رأسها شخص محترم ليه ما بنعمل هيك ليه بعدنا لأن بالسياسة لهلأ فينا نعمل هيك لهلأ عم نحكي نحن مجلس نواب جديد ما نحن نقبل نحن مش لنكون سعود زور. يعني على كل حال انعملت عيوننا بلدنا عم ينهار يعني مش لاعب العملية. أنا اليوم باسم الأم والبي واللي انتخبوني وكل شخص خيفين على أولاده ويسافروا ويهاجروا باسمهم هودي بدنا نقول لهم لا خي ما فيكم بقى تسرقوا البلد. يعني طلعوا عدد من النواب ومنهم ذكرنا يعني وتحدثوا كمان بقلب مجلس النواب عن الوظائف الوهمية وعن المحسوبيات وعن كيف بيوصفوا بيدخلوا بقلب الوزارات من دون وجه حقوى يعني طبعا فوق القانون ما حساب للقانون ما حدا تحرك. مين لازم يتحرك اليوم بالدولة؟ يعني اليوم عم تقول في اجتماع وبتكون تدرسوا بس مين لازم اليوم الحق العام مش لازم يتحرك؟ بلا بلشت أصلا التفتيش المركزي بلشت تأخر كتير لا بلش من هو أول شيء شكل جديد الفريق كله عم يشتغل اليوم عمره سنة. تاني شيء أول شيء عم يشتغل من اللحم الحي بس نعطيه قوة نعطيه سلطة نعطيه ناس نعطيه مركز أول شيء أوضة باب يعني كيف بس مع هذا وكله بلش مركز صغير كتير عندنا مشكلة فيه يعني بالعكس بدنا مركز كبير. يعني الحل هذا الموضوع انا بعتبر هلا اني بلش الشغل بهذا الموضوع بس يعني مثل ما بيقولوا المطلوب بحر احنا بعدنا عم نحكي بنقط لان الموضوع ارض مثل ما بيقولوا بور جاي على حقلي على حرج بده تشحيل وبده كفلوا 20 سنة مش مزروع بس أنا يعني وصلتنا لهون السلطة السياسية المتعاقبين اليوم يمكن نشوفوا الأستاذ نعمة خدوا معي ملف تأكيدا لكلامه عن إحدى الوزارات ما بدي سميها على الهواء بدها توظف 88 واحد جديد بطريقة طلع المرسوم موجود بده يوقف عند رئيس جمهورية في ثلاث مكتيب من رئيسة مجلس خدمة المدنية بيقولوا هذا التوظيف غير شرعي وغير أخلاقي وبدهم يوظفوهم. ما هيدا قرار طالع من مجلس خدمة ثلاث مكتيب رح اخذ لك ايه هون وتشوفون بالعدل لانه ما بيجوز يعني انه ما نحترم مجلس خدمة المدنية خلينا نبلش نحترم الادارات الدولة اللي هي عملتها نعم
على كل حال يعني منتأمل ودايما منتأمل لأنه السنين الماضية للحقيقة في فساد وفي محسوبيات وفي عدم احترام للقوانين، يعني هيدا شيء فضيحة وما حدا تحرك من مجلس النواب السابق وحاسب، مع أنه طلعت بعض الأصوات إنما كأنه كانت عم بتصرخ بوادي ما حدا كان عم يسمع. على هالأمل بدي أشكرك النائب نعمة فريم، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بدي أرجع لك أبونا خضرة، يعني اليوم إذا بدنا نفوت إذا ما ندخل أنا وياك على مغارة علي بس بابا منلاقي كتير لي حق أعلق بشغل إنه بليز أرجوكم يا لبناني ويا مسؤولين ما بقى تعلقوا إنه لابورا عم تصرخ كتير. سمعوا صراخة قلنا 11 سنة بنقلكم في شيء مظابط، هيدا ليك اليوم لو وصلنا له ما عم يسمعوا. يعني ما تاخدوا، أنا بدي أقول شغلة، أنا ماني عم أقول لبورا كل شيء بتقوله 100% صح، خليني أخد 60% صح وأنا بقلك أكتر. يا عم اسمعوا، عم نقلكم في مشكلة، منا المشكلة إذا عملت مرسوم لأنه المسيحية قليل، لأنه المرسوم غلط، لأنه طريقة التوظيف غلط، لأنه هدر الدولة غلط، هيدا اللي أنت عم تسأليني. من شان هيك وصلنا لهون، لأنه بس أنا برأيي هلأ وصلنا لهون صارت الأمور موجودة قدامنا، خلينا نطحش بالموضوع. خلينا نستقبل أنا وياك اتصال، مين معي؟ أي صباح الخير مدام نور. يا أهلا وسهلا فيك. علي عباس. أي تفضل أستاذ. صباح الخير لضيفك الكريم. أنا لأنه كنت عم بسمع الحلقة وحبيت أعمل مداخلة صغيرة، لأنه نحن هلأ اكتشفنا هالهوة الكبيرة بعدد الموظفين ما بين ما كانوا حاسبين الحسابات على أساسه وما بين ما بين هلأ. هلأ هيدي المشكلة مشكلة كبيرة، ولكن في مشكلة أكبر. شو الحل هلأ حاليا من بعد ما صارت هالفضيحة أنا بسميها بالإدارة؟ شو الحل؟ الحل كيف بدنا نعالج هالمسألة؟ كيف بدنا نخفف؟ كيف بدنا نقدر نخلي هالمبالغ ترجع على الدولة ونشوف وين ما كامل الهدر؟ نحن عم نشوف الحلول بلشت. كيف بلشت حلول؟ عن طريق حرمان المتقاعدين من حقوقهم من دفعتهم الثانية، وهيدي لاحظناها هلا، مع انه المتقاعد اللي هو غالبيته من الملاك جايين لا يومين ولا شيء، وهول في عليهم المحسومات التقاعدية كانت عم تدفع طوال فترة سنين خدمتهم. عم نجي نلاقي انه نحن بدل ما نروح نلاقي الحل ونشوف الهدر والفساد بالإدارات، لأنه بالإدارات الموظفين الإداريين هن استفادوا أكثر شيء من الزيادات، وهونيك بمكان الخلل هي موجودة هونيك بكل دائرة وبكل إدارة. في توظيفات عشوائية صارت بدون يعني بشكل محسوبيات كرمال حسابات انتخابية وكرمال حسابات من نوع آخر. المهم مشكلتنا الآن إنه الحل عم يجي على حساب ناس هن أساساً ظلموا صحيح 100% عم تقولي مزبوط. هيدي ناحية. وأنا أستاذ علي أنا بحذر منه لانه نعم. بلشوا بالاساتذه المتقاعدين وغيره وبنحذر منه. نعم. حرام هودي الناس تعبوا يجوا يكون الحل على يجي يكون الحل على كمان لانه بدهم يفوتوا محسوبيات على الوزارات. نعم. نعم. فبتكون على حساب ناس معطرين. نعم نعم. ومن ناحيه ثانيه مدام نوال، هل قانون السلس اللي صار ما اجى لحاله؟ ما اجت زيادات لحاله، اجى مع ضرائب طالت كل الشعب اللبناني. اجى عندنا هو كبير حاليا بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع الخاص هلا تقريبا بوضع يرسى له، يعني ما بس صار فيه هو بالمعاشات، صار فيه حتى ظلم عم يلحق الموظفين بالقطاع الخاص، في صرف تعسفي من كل حد وصوبة. بيقولوا في ناس عم ينزلوا معاشاتهم بدل ما نجي نطالب لهم بزياده لمعاشاتهم اسوه بالقطاع العام، لا عم ينزلوا معاشاتهم وعم يحرموهم من حقوق ومن مكاسب. كمان هون في عنا مشكله كبيره، لانه الضرائب ما لحقت بس موظفين الدوله، الضرائب لحقت القطاع الخاص، لحقت كل الشعب اللبناني، لحقت المهن الحره. كلنا نحن عم ندفع الضريبه مثل بعض، ولكن في ناس صار استفادوا من زياده تقريبا 140% في منه اللي حوالي 140% تقريبا زياده على معاشاتهم. بنفس الوقت بالقطاع الخاص في ناس يا انصرفوا من الخدمه يا نزلت معاشاتهم. طيب نحن هون بنروح متجهين على انفجار اجتماعي اذا بنكمل هيك. اول شيء افلاس من جهه، في افلاس للدوله لانه ما حتقدر تغطي هالتكاليف، مثل ما قال ابونا قبل شوي انه اذا كان نوصل ل 70% من ميزانيه الدوله على الاجور، كيف بدهم يجوا يساعدونا؟ كيف بدها تيجي الدول تقدم مساعدات؟ كيف بدها؟ مش ضابطه. نعم. هيدي وحده. اثنين، انا برايي سبب كل هالمشكله هي العشوائيه من قبل السلطه باداره شؤون البلاد. نحن كل زعيم فتح حسابه، ما على شيء بدنا نقوله، كل زعيم فتح حسابه بيوظف قد ما بده كرمال مكاسب وكرمال استحقاقات ما ولو على حساب البلد بدون ما يكون عارف شو هي نتائج هالافعال اللي عم تصير، وهي اللي بلشنا نشوفها وكل يوم عم نشوفه وبعد بدنا نشوف اكثر. واذا بنضل هيك ماشيين البلد رايح على مطرح، يعني ما بعرف للصراحه شيء مؤسف فعلا. وانا كثير هلا بستبعد نقدر نلاقي حل قريب لهالمعضله اللي وصلنا لها، لانه عقدنا الامور على حالنا كثير بهالبلد من كل الجهات.
نعم. وبعدنا عم نعقد ومش قادرين نعمل حكومة كمان ومش قادرين نحله. كيف بدنا نحل المشاكل؟ شكرا لك استاذ علي عباس، اهلا وسهلا فيك. رح ينضم لنا هلا الخبير المالي والاقتصادي الدكتور إيليا شوعي. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير، وصباح الخير للاب خضرة. تحياتي لك معالي الوزير. يعني اليوم أنا بعد ما وصلنا انا بعتبرك هيك لانه ارقامك وشغلك حلو كثير، ان شاء الله يكفوك بوزاره. نعم تسلم ابونا، تسلم. وعدوك بشي حدا اتصل فيك معنا؟ ابدا ابدا لا ابدا انا حكيته يعني اليوم عم نحكي عن فضيحه كثير كبيره. الدوله بتقبض بس ما بتعرف لمين ومين 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 ومين، ودي طبعا تبعاتها كثير كبيره على الخزينه، على الموازنات، على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بهالبلد. كلفه سلسله الرتب والرواتب كنا بشي صرنا بشي، وهيدا طبعا في خطر على الماليه العامه وفي خطر على التدهور المالي بلبنان. تماما. شوفي انا اولا مني كثير بعيد عن ارقام الاب خضرة ولا ارقام مؤسسه او جمعيه لابورا، أما الجهة يعني اللي أنا بشوفها الأكثر مصداقية بمسألة تحديد عدد الموظفين في القطاع العام منا وزارة، حتى منا وزارة المال، هي لازم تكون والمفروض أنه تكون المديرية أو مديرية الأحصاء المركزي. مديرية الأحصاء المركزي أنا برأيي هي الإدارة الرسمية المخولة أولا وأخيرا أن تحدد بشكل شفاف وواضح عدد موظفي طبعا الوظائف على كل أنواعها في القطاع العام. لكن في كمان بعض الملاحظات بحب أبديها هون. أولا أنه عادة الأجور، وبعتقد الأب خضرة أشار إلى ذلك، أنه الأجور عادة بأي مؤسسة، والدولة هي مؤسسة كبرى، بجملة نفقاتها الأجور لا يجب بالنسبة أن تتعدى الثلث، يعني 30%، لأنه وإلا أكيد بتكون المؤسسة فاقدة لإنتاجيتها ولفاعليتها. الثلث يعني ثلث النفقات للأجور هذا نوع من معيار دولي عالمي، وهو النسبة الفضلة لفعلا نضمن حد أدنى من الإنتاجية والفاعلية لعمل أي مؤسسة إن كانت خاصة أو أيضا المؤسسة الكبرى التي هي الدولة. ثم بالأساس إذا بدنا نحكي شوي بالأساس هون، الرؤوس الإدارية بلبنان يعني الهيئات الإدارية والرقابية يلي مهمتها تحديث وعصرنة وملكات، عصرنة ملكات الوزارات والإدارات الرسمية، وتطبيق طبعا قانون الموظفين والوظيفة العامة، وهي يلي لازم تضع شروط التوظيف والتأهيل والترفيع والتأديب والفصل. هذه الهيئات مع الأسف غير محترمة، يعني غايبة. لا مش بس غايبة، مش محترمة. نعم. يعني أمتين فعلا هيك مؤسسات تقدر تلعب دورة لما فعلا السياسي بتحترمها، تحترم دورة لما السياسي فعلا بتقدر هذا الدور وبتشوف فيه الأهمية التي يجب أن تراها في هذا الدور من أجل مصلحة بناء الدولة الفاعلة. طبعا السياسيين بلبنان ما بيحترموا حدا، هيدا الواقع، خلينا نكون واقعيين، ما بيحترموا الناس، ما بيحترموا الشعب، ما بيحترموا الشباب، ما بيحترموا الصحة العامة، ما بيحترموا فرص العمل، ما بيحترموا شيء على الإطلاق. طب كيف بدنا نصلح؟ بدنا نقول بدنا نصلح وبدنا نبلش من وين؟ شو بدنا عم نحكي نحن هلأ نية عم نحكي بعض الوقائع، وبدي بس أعطيك تفسير صغير. تفضل. ليش عدد الموظفين عم بيكبر بهالطريقة هذه في القطاع العام؟ بسبب الأزمة، أزمة العمالة في القطاع الخاص، وبسبب أزمة التوظيف في القطاع الخاص. وهذا القطاع الخاص ليش عنده أزمة توظيف؟ لأنه يعاني من أزمة سيولة ويعاني من أزمة قروض. القروض يلي عم تتقدم له مكلفة جدا، وبالتالي ما عم بياخد قروض وما عم بيستثمر وما عم بيخلق فرص عمله إلى آخره. مين عم بياخد هذه القروض؟ مين عم بيحتكر تقريبا هذه القروض؟ الدولة، الخزينة. فبالتالي أصبحت هي أكبر رب عمل، وهي طبعا بطبيعتها أكبر رب عمل،
ولكن صارت كمان بموضوع العمالة صارت هي تقريبا محتكرة يعني جزء كبير من العمالة في لبنان، وهذا أكبر خطأ وخصوصا بظل اقتصاد السوق وبظل يعني الاقتصاد. من وين بدنا نبلش دكتور إلياشوع؟ من وين نبلش؟ يعني لا حول ولا قوة، ولا قوة إلا بالله. يعني دولة فاسدة. خليني أقول بعد شغلة صغيرة عن التداعيات، خليني أنا أعرفها هيدي تداعيات السلسلة، يعني تداعيات التسع مليارات دولار أو ثمان مليارات أو العشر مليارات يلي بالتالي بدها الدولة تدفعهم للموظفين يعني كنفقات إدارية بالموازنة العامة، خصوصا بالنسبة للخزينة أساسا معتدى عليها، يعني فاقدة لملائتها، هيدي معناتها مزيد من العجز، يعني مزيد من الديون، انتبه يعني مزيد من اختناق القطاع الخاص المنتج، لأنه كل دين جديد للدولة بده يؤخذ من القليل المتبقي من الأموال في المصارف أو من أموالها يلي ودعتها بالبنك المركزي، وهذا بيحرم أو بيشكل حرمان إضافي لقطاعات الإنتاج من قروض مفيدة وبالكلفة طبعا المناسبة. شكرا. وهيدا بده يزيد حكما التوظيف العشوائي والسياسي والزبائني والتفضيلي في القطاع العام على حساب القطاع الخاص. لما نبلش أول شيء خلنا نبلش بإحصاء دقيق من خلال المديرية، مديرية الإحصاء المركزي، وثانيا خلي الرأي العام بقى يتحرك شوي. إنه حاجة الناس يعني نايمين. بدي أقول لك شغلة، هودي هيدا الناس هودي بلبنان، بتعرفي واحد بيعمل عملية جراحية بيضلوا ساعتين ليوعى من البنج، هودي الناس بلبنان مع الأسف صلوا 25 سنة عم مخدرينهم بالتطمينات وبالتصريحات وبالمذهبية بأمور كتيرة كلها سوا، كل هذه أمور لا تخدم بناء الدولة ولا تخدم بناء المجتمع ولا تخدم بناء المستقبل ولا الاقتصاد ولا مصالح الشباب والأجيال على الإطلاق. طيب ما بدهم هيئتهم بدهم كتير وقت ليصحوا من هال مواطن لا يحاسب مسؤول فاسد يفسد الدولة، ولبنان دولة فاشلة مثل ما بيقول مواطن. شكرا لك الخبير المالي والاقتصادي إلياشوع، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم باتي في السؤال رح اعطيك، بس بدنا نجاوب اصدقائنا المستمعين، بنتمنى انه تسالوا رقم ينتهي ب 11 الابتوني خضر عن اخر تطورات دوره الجمارك اللبنانيه، كون مؤسسه لابورا التابعه على الموضوع. هالدوره متوقفه نتائجها من 4 سنوات بسبب الخلاف السياسي، بس جاوبنا على اسئلتهم وبعدين رح نعطيك كل الوقت. الدوره كانت موقفه ومن حوالي 4 اسابيع فرزت النتائج وانعمل حل، ولازم كانت تعلن النتائج من أسبوعين، وآخر وعد كان تنين الماضي ولم يتم لأنه فات الموضوع بزوريب السياسي، بس بدأ نص ساعة فرز إعلان النتيجة. نعم. وفي تأخير بهذا الموضوع ما بفضل فوت. نائب الياس حنكش، لو المسؤولين غير مسؤولين بيعرفوا عدد الموظفين ما كانوا بلشوا بالسلسلة اللي كلفتت من 100 مليار، خلصنا بـ1900 مليار قبل السلسلة. الكتائب النائب سامي الجميل حذر للأمر بـ8 مؤتمرات صحفية و3 مظاهرات وطعن بالمجلس الدستوري. تقلك شغلي يا ست نوال، يا ست نوال بدي أقول لكل المسؤولين يسمعوا منيح، ما علي نحن كمان مواطنين إن حق نصرخ، مثل ما بيقول المطران جورج خضر، ما في طفل بيصرخ ما بيكون جيعان أو موجوع. نعم، بتوافق نحن الشعب خبيري. اليوم نحن عم نصرخ يا ست نوال بالجامعة اللبنانية إنه في شيء متضابط بالجامعة اللبنانية. شو كان جواب المسؤولين علينا؟ شكاوى، حبوسة، وآخر شيء جرأوا يطلبوا سحب علم وخبر لجمعية أوليب بوزارة الداخلية، وعملنا مشكل سياسي طويل عريض، ترجعنا مشينا سحبنا طلب. هيك بيقابلوا الناس اللي بيشتغلوا بالدولة اللبنانية، هيك بيقابلوا المؤسسات اللي عم تشتغل عندها غير وطنية، انك هيدا بلش تدقي بالحريات العامة. لكن بكرة اذا ما عجبهم رقم من ارقام لابورا بيقرروا يلغوها، او بيودوا رسالة على وزارة الداخلية يلغوا لابورا. هيدا منطق غير مقبول. نعم، من قبل السلطة، لا مع أوليب ولا مع لابورا ولا مع أي مؤسسة كان صاحبها محمدي أو درزي أو مسيحي، مش نعم. مقبول. باسكال بتقول لو في مثل الأبونا 3 وزراء بالحكومة كنا بألف خير، لأنه لو أنت وزير كان اتهموك برشوة حتى ما تفضحهم. أنا ما لي حق يكون عندي حساب بالبنك، أنا راهب، يعني إذا عندي حساب رئيسي بياخده دغري، منشان هيك ما فيني يتهموني بشي. بدنا نقول مثل المواطنة بتنتهي بـ9-9، أو المواطن بيقول بهالبلد هيدا لبنان ما في شي ظابط، دايما بدنا نقول هيك.
ولا شو لازم نقول؟ بدنا نزبطه، مشان هيك نحن عم نصرخ. لازم يصرخوا، خليهم يتفضلوا يجوا نتجمعوا ونصرخ، خلينا نوقف شهر بدفع الضريبة تنشوف المعاشات ما بدهم يقبضوها. طب هل رح يصدر حكم مثل ما بينتهي رقم 94 بيسأل على اللي قبضوا الأموال بدون أبداً ما يشتغلوا أبداً بإرجاع اللي أخذوه بدون حق؟ وأنا عندي وهيدا عن حق المواطنين اللي عم يدفعوا ضرائب. من قبل التحقيق قال إنه ما رح يطلع شيء، وبدي أقول لك شغلة هون للمواطن. من تاريخ 16 من تاريخ تموز الفائت وقت فتحنا موضوع الأرقام الالتية أوكي؟ نعم. عندي هوني 26 وثيقة ماذا حدث من بعد هذا التاريخ. صار عندنا 26 مؤتمر صحفي، مقابلة تلفزيونية، حلقة تلفزيونية، مقال، كلهم بأكدوا اللي كنا عم نقوله. هودي بحطهم برسم التحقيق المالي يا حني. نعم. رح أعطيك إياه هون. هودي كل اللي صار من وقت اللي أنا حكيت عن الأرقام إن شاء الله قريبا. نعم. تسألوا عنهم، لأنه هودي نزلوا بوسائل الإعلام، وهو أنا مع أنه ما عندي صفة أحيل هذه الصفحات وهذه الوثائق إلى التحقيق المالي، مش بس اللي قلته أنا، لأنه منا قصة إذا أنا معي حق أو لا. البلد عطول على حق ولازم نلاقي حل. في مواطن بيقول كنت أشتغل بشركة الخطوط الفرنسية، أخذت الشركة قرار وهي بترحيل 1500 موظف فرنسي لتخفيف العجز اللي بتتكبده الشركة. كان الانتقاء عشوائي على الكمبيوتر بدون واسطة، وقع الانتقاء على مديري اللي كان يشتغل، على مديره اللي كان يشتغل بإحدى دول الخليج، رغم أنه كان ترك الفرنسا مع عائلته. يعني المهم يكون في شفافية بالدولة. يعني هيدا المواطن عم بيقول، هيدا منتظر من الناس أنه هن يساهموا أو يضغطوا على الدولة يكون في شفافية، ولا هي الدولة لازم هي تنظف حالها بحالها؟ منا قادرة، لأنه اللي بينظفوا منهم الموجودين. نعم. ليل كتير، لأنه اللي حطوا الزبالة هن اليوم اللي حكمين. نعم للأسف. طيب اليوم في كمان مواطن من بعد جولات، حدا بيحكم شخص عليه هو أغرق الدولة باللي صار، حدا بيحط مسؤول عنه هو سرق الدولة. وين بتصير بأي بلد؟ المسؤولين اللي بيخربوا الدولة بينحطوا بالحبوسي، ما بينحطوا على الكراسي. ما بنعرف وين صار رئيس دائرة المساحة ببعبدة بالأصالة، هو نفسه مكلف برئاسة دوائر المساحة، نحكى عن هالموضوع. ما بعرف إذا تابعوه ولا لا. هو رئيس المساحة، دائرة المساحة بطرابلس وعكار والمني وأميون والبترون والكورة، كيف بده يعملهم كلهم هو بوظيفة واحدة؟ هي فضيحة برسم الدولة. كيف كمان الدولة في موظف بياخد 4 وظائف بيقبض 4 معاشات مصرح بالمالية على معاش، وبأي حق له حق يشتغل 4 وظائف؟ بس ما عم قلك، خليني أقول شغلي، خلينا نوضع نقطة على السطر. نحن اليوم دايما بنعمل حلقات ومنحكي عن أرقام الدولة اللبنانية ونحكي عن فضايح، لوين بدنا نوصل بهالفضايح؟ الدولة اللبنانية أقرت 165,981 موظف بتموز 2017. تلفزيون المنار ب 18 قرب 300,000 وظيفة. تقارير ال بي سي قرت 272,000 وظيفة. الإحصاء المركزي حاصي 175,911 وظيفة. مجلس خدمة المدنية بتقريره 2010 20,000 وظيفة. تعاونية الموظفين عندها 64,545 وظيفة، ونحن بعدنا مصرين إنه العدد هو 368,000 وطلوع. وخليني أقول بعد شغلة على السطر، تنخفي جشانة تقلك الدايش معاشيات النواب والوزراء بلبنان آخر إحصاء معاشيتهم 107 مليارات ليرة و735 مليون سابقين والحاليين ولا بس الحاليين؟ لا ما سابقين كمان، سابقين 542 ألف. حتما هذا المبلغ كفيل بإنهاء مجاعة الصومال ومشكلة كهرباء غزة وأغراض سوريا بالمساعدات الإنسانية، و30% تحت خط الفقر بلبنان، وحل مشكلة 3 مليون طفل مشرد بشوارع مصر، وإنهاء الصراع بليبيا، و60% تحت خط الفقر بغزة واليمن. هيدا الرقم بس المعاشات للموظفين المسؤولين عنا، مع العلم أنه في بعض المسؤولين لازم ينشكروا، خاصة النواب جدود أعطوا معاشاتهم لقضايا إنسانية. يمكن إذا فرد سنة قدموا اقتراح قانون بيصرفوا من فوائد الاخدوه معاشات من الدوله وسنه ما بياخذوا، يمكن بهذا الرقم بنقدر نحل مشكله كبيره. ان شاء الله يمشي اقتراح القانون اللي تقدموه ان شاء الله، نخلص من التعويضات. نحن ليكي ست نواب السابقين. نعم. انا بقول لك الايام جايه اذا الله اعطانا عمر
كل اللي عم نقوله هو غيرة على الوطن وعلى المواطن. نقطة على السطر. نقطة على السطر. شكرا لك رئيس مؤسسة لابورا الأبتوني خضرة. بدي أشكرك اليوم خصصت برنامج نقطة على السطر عبر صوت لبنان بدراسة جديدة عن أعداد الموظفين اللي بيقبضوا بالدولة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. بختام هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوال ليشا عبود ليدا غانم والمخرج جورج العلي. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان Voice of Lebanon 100.5. باي.